السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كل خير. معكم أخوكم سلطان القحطاني من موقع التقني بالحدود. اليوم عندنا استعراض للهاتف محمول سامسونج جالكسي نوت 4 وأيضا سامسونج جالكسي نوت 8. طبعا تم الإعلان عنهم في مؤتمر خاص بسامسونج، وذلك كان في 3 سبتمبر. كلاهما راح يكون متوفران في السوق السعودي. الأول راح يكون في شهر أكتوبر اللي هو الجالكسي نوت 4، ومن ثم الجالكسي نوت 8 راح يكون متوفر في السوق السعودي، لكن من دون متى او من دون ذكر متى راح يكون متوفر بشكل رسمي. الفكره من النوت 4 انه والنوت 8 انه كلاهما يستخدمان القلم الضوئي، نفس تقريبا نفس المواصفات ما بين الاثنين، يعني ما في فرق بينهم الا الشيء البسيط جدا. فلو نتكلم على سبيل المثال انه عندك 5.7 انش، هنا 5.6 انش، عندك درجه وضوح هنا 2K، وهنا عندك 2K، هنا 1600 × 2560 بكثافه بكسلات، هنا تخطت حاجز ال 515 بكسل لكل انش، لكن بزيادة الشاشة الجانبية اللي اضافوا لها 160 بكسل لكل انش. طبعا الشاشة او كل الشاشتين تستخدم تقنيات ممتازة جدا، مثل تقنية السوبر اومليت، وهذه التقنية هي نفس التقنية المستخدمة في سلسلة الجالكسي تاب او التاب اس، فبالتالي راح تشوف الوان ممتازة على هذه الشاشة. وسامسونج وضعت في الجالكسي نوت 4 طبقة حماية 2.5D غوريلا جلاس. هذه التقنية راح تسمح لك تستخدم شاشة الهاتف بكل سلاسة، وأقصد فيها تحديدا أنه بإمكانك تتصفح القوائم وتفتح التطبيقات من دون أن يكون في حدود، نفس الفكرة اللي شفناها مع الـ N9. طبعا الهاتف يأتي بسماكة 8.5 ملم، لكن هنا قاعد نشوف السماكة تبدأ من 8.3 ملم. الوزن هنا 176 جرام، هنا 173 جرام. البطارية 3220 ملي امبير، هنا البطارية 3000 ملي امبير، نفس البطارية الموجودة في الجالكسي النوت 3. طبعا نفس المقاس الشاشة، عندك 5.7 5.7. المعالج الموجود في النوت 8 او النوت 4 هو انه سناب دراجون 805 بسرعة 2.7 جيجا هرتز، يدعم شبكات ال LTE كات 6 التي تصل سرعات الانترنت الى 300 ميجا بت بالثانية. طبعا فيه المعالج ايضا الخاص بسامسونج بثمانية انوية. هذا المعالج عبارة عن 4 انوية، 1.8 جيجا هرتز و 1.3 جيجا هرتز. الكاميرا الامامية عندك الموجودة هنا عندك 3.7 ميجا بكسل، فتحة العدسة الموجودة هنا 1.9، فبالتالي هذه مناسبة جدا في التصوير في الإضاءة الضعيفة، و16 ميجا بكسل للكاميرا الخلفية مع مثبت بصر OIS الذكي. والOIS يعني أنه راح يقلل من الاهتزاز لما تجي تصور فيديو، أو ممكن أنه على سبيل المثال التصوير في الإضاءة الضعيفة، فهذا راح يساعدك سواء كان على النوت 8 أو حتى في النوت 4. بإمكانك إزالة الغطاء، ما عندك أي مشكلة. لو حتى لو إزالت الغطاء فبإمكانك وصول إلى الذاكرة الخارجية سواء كانت 32 أو 64 جيجا بايت، فبإمكانك رفع السعر إلى 128 جيجا بايت. هذه هي البطارية، وهنا منفذ خاص بالشريحة والذاكرة الخارجية. الفرق الجوهري جدا ما بين النوت 4 والنوت 8 هو الشاشة الجانبية الموجودة هنا. الشاشة الجانبية راح تسمح لك توصل لعدد من التطبيقات الموجودة في النوت 8 من دون أن تأخذ مساحة في الشاشة. ممكن تتغير أو التطبيقات أو الخدمات اللي تظهر هنا على حسب التطبيق اللي تدخله. مثلا على سبيل المثال لو دخل على أزرار الكاميرا الموجودة هنا راح تشوفها هنا. طبعا سامسونج ايضا تعرف انه في ناس يحبون السيلفي، فلذلك اللي سوته انه حطت وايلد سيلفي. الوايلد سيلفي اللي هو واسعة النطاق من 90 درجة، احنا قاعد نتكلم الى 120 درجة من خلال تصوير البرامج. ممكن تروح هنا وتختار الصورة الذاتية العريضة او انه الوايلد سيلفي زي ما ذكرنا مسبقا. فهذا ابرز الخصائص اللي ممكن تشوفها مع الكاميرا الامامية. زي ما ذكرت من الشاشة الجانبية راح تسمح لك تدخل على عدد من الخصائص. اذا تبغى مزيد من الاعدادات فممكن تروح الى قائمة الاعدادات وتدخل على خيارات اكثر. ممكن هذه النقطة تنجح وبشكل كبير اذا تم دعم هذه الشاشة الجانبية من قبل المطورين. يعني ممكن تشوف على سبيل المثال تغريدات، تقرا تغريدات من دون الحاجة انك تدخل الى تطبيق تويتر. الفرق هذا هو الاستعراض الخاص بالجالكسي نوت 4، وهذا هو الاستعراض الخاص بالنوت 8. طبعا القلم الذكي هو او القلم الاس بن
نفس القلم الموجود في اللي هو النوت اتش، فما في فرق بين الاثنين. الفرق انه صار نحيل، صار حساسية الضغط مضاعفة مقارنة بما هو موجود في النوت 3. الخصائص او الوظائف الخاصة بالقلم الضوئي اصبحت افضل. فعندك مثلا على سبيل المثال انه لو كنت في داخل تطبيق معين حبيت انك تصغره، تسحب من الجهة اليسرى العلوية الى المنتصف اليمين بالضغط على الزر طبعا. فبالتالي ممكن نعيد مرة ثانية، تدخل مثلا تسحب بهذه الطريقة، فبالتالي تقدر تصغر أكثر من نافذة في وقت واحد. ممكن على سبيل المثال تختار واحد من الخيارات وتضغط على الزر الموجود هنا، فبالتالي راح توصل إلى خيار اللي هو التحديد الذكي، فممكن تحدد كذا شيء بطريقة ذكية جدا، مثل أنك تأخذ أكثر من صورة وتحط له أوكي فياخذ يحفظ لك الصوره، يحفظ لك اكثر من صوره. كل ما تبغى صوره ثانيه كل عليك تضغط زر الزائد ومن ثم تسوي نفس الحركه. فنفس الخصائص الموجوده في النوت 4 نفس الخصائص الموجوده في النوت 8. فالامر يعود لك، هل تحب انك تحب فكره جديده؟ انصحك تستخدم النوت 8. انه تحب الشيء يكون كلاسيكي زي ما انت كنت تستخدم من سلسله النوت 3، فانصحك تستخدم النوت 4. نشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.